يا مساء الخير، يا مساء الطاقة والحيوية على كل شبابنا النهاردة اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من برنامجكم شباب حكاية. دايما من عادة شباب حكاية اني لازم يكون متواجد في فكرة، في مشروع صغير، في مبادرة. زي المبادرة النهاردة اللي معانا اللي هنتكلم عنها، كانت لطالب بعت لنا على صفحة البرنامج. عايزة في الأول أقرأ لكم المسج بتاعته. لو سمحتوا، أنا كان عندي فكرة ونفذتها على أرض الواقع وحابب أكبرها أكتر وأكتر الفترة اللي جاية. أنا طالب في كلية طب بشري من محافظة المنيا. المبادرة دي مبادرة للإسعافات الأولية في حالات الحروق، في حالات النزيف، في حالات كمان إزاي تدي حقنة. المبادرة دي لازم نتكلم عنها أكتر، واللي هيكلمنا عنها أكتر صاحب المبادرة الدكتور ستيفن واجي، طالب في كلية طب بشري جامعة لوباتشافسكي روسيا، وكمان صاحب مبادرة شبابية لتعليم الإسعافات الأولية والتمريض، معانا من خلال المداخلة التليفونية. ألو ألو، مساء الخير دكتور واجي، إزاي حضرتك؟ أنا تمام الحمد لله. دكتور ستيفن، كلمنا أكتر كده عن يعني المبادرة والفكرة، ويعني إحنا بنقرأ التايتل كده جامعة روسيا والمبادرة متنفذة في كرة الصعيد، إزاي؟ عايزين نفهمها منك. طيب، هو أنا اسمي ستيفن، بدرس في جامعة لوباتشافسكي في روسيا، بدرس طب بشري. يمكن المبادرة بتاعتنا كانت بدأت في الوقت اللي بدأ فيه فيروس كورونا إن هو ينتشر والجائحة اللي حصلت، فكنا بنشوف او كنت بشوف انه الناس مش عارفه تتعامل، والناس بتطلع تجري وتصرخ في الشوارع مش عارفين نعمل ايه. فبدات ان انا احط منهج انه اعلم الناس اللي حواليا زي جيراني واهلي في البيت ازاي يتعاملوا مع الحالات اللي هي فيها نقص في الاكسجين، او ازاي يركب اسطوانه الاكسجين، ازاي يتعامل مع حد النبض بتاعه ضعيف، ازاي يعمل انعاش للقلب. بعد كده ابتديت انه بعد ما الفكره نجحت لقيت ان الكرة عندنا في المحافظه في المنيا محتاجه الموضوع ده، فابتدينا نحط منهج ان الموضوع يكبر كمان، نعلم الناس ازاي يتعاملوا مع المواقف دي، وكمان يتعاملوا مع حد عنده كسر، حد مجروح، حد عنده حروق، وهكذا. يعني الاسعافات الاوليه مختلفه زي حالات الاغماء والغرق والمس الكهربي، كل دي حاجات وجدناها موجوده في الكرة عندنا هنا في المنيا، فابتدينا ننزل ان احنا نعلمهم الحاجات دي. بعد شويه تاني الموضوع كبر، فقلنا ليه لا ما نعلمش الناس كمان ازاي يتعاملوا، يقيسوا الضغط، يقيسوا السكر، ازاي يتعاملوا بتغذيه صح مع حد مريض ضغط او مريض سكر، ازاي يتعاملوا مع حد عن طريق ان هو يعرف يركب له انبوبه اكسجين بدل ما يطلع ويروح المستشفى يكون الشخص ده يعني لا قدر الله مات. فابتدينا ان احنا نتعامل، اشتغلنا في الموضوع دوت، عملنا الموضوع ده لحوالي 33 قريه عندنا في المنيا هنا. بعد كده الموضوع كبر شويه، فقررنا ان احنا نتحرك لكل محافظات الصعيد، تحركنا لحوالي 14 محافظه قدرنا نعمل فيهم التدريبات دي. يعني حاليا احنا بقى لنا سنه ونص شغالين، وصلنا لحوالي 5000 شخص، يعني قدرنا ان احنا نعلمهم الحاجات دي. برضه في كره قدرنا من خلالها ان احنا بنسد لهم اجهزه ومعدات، يقدر كمان ان هو زي مركز لينا هناك، ان هو بعد لما يكون في مشكله او حاجه فالناس كلها تتجه للاماكن دي لان هي ما فيهاش مستشفيات وكده. بس دي كانت ملخص الفكرة بتاعتنا. طب انت لقيت الناس سهل ان هي تتعامل في الموضوع ده؟ يعني سهل ان هم يتعلموا حاجة زي كده؟ هو في البداية كان الموضوع صعب شوية، لان هم متعودين على حاجات تقريبا يعني اللي هي زي ما نسميها العادات والتقاليد، اللي هي يعني واخدين على بعضهم المصريين القدماء من 7000 سنة. ففكرة ان احنا نعلمهم حاجة جديدة وان هم يبدأوا يتدربوا على حاجات جديدة زي كده، كان الموضوع طبعا صعب في البدايه، بس يعني فرحتهم ان هم عرفوا حاجه جديده، وناس كتير كانت بتيجي تحكي لنا مواقف حصلت وهم قدروا يتصرفوا فيها صح والموضوع عدى. يعني من ضمن المواقف في قريه عندنا هنا في المنيا، كان في حد حصل له زي وقف في عضلات القلب او القلب بتاعه وقف، فكان في واحده 60 سنه، يعني انا الفكره انه حد 60 سنه يقدر ان هو يعمل انعاش قلب زي ما احنا عملناه، ويكون عنده ثقه وعنده القدره ان هو يعمل ده، موضوع طبعا مش سهل يعني. بس طبعا يعني الموضوع فرق مع ناس كتير هنا، لدرجه ان احنا عملنا زي مركز في المنيا عندنا هنا بنستقبل فيه كل الحالات اللي زي كده. طبعا الموضوع ده بيكون مجاني، يعني احنا بنتحمل احنا كشباب من مصاريف دراستنا وشغلنا وهكذا تكاليف الموضوع ده بالكامل يعني. طيب عايزه افهم منك نقطه معينه، انت طالب في جامعه في روسيا بتنفذ الفكره ازاي في كره في الصعيد؟ هو احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا في البدايه كنا عاملين الفكره، وانا كنت عامل فكره كمساعده لاهلي بس والجيران اللي حواليا في المحافظه عندنا.
بعد كده ابتدينا ان احنا او ابتديت ان انا افكر طب ليه ما نشوفش الموضوع ده في القرى عندنا في الوقت اللي انا هكون فيه اجازه هنا يعني في مصر. فانا باخد 3 شهور تقريبا اجازه في مصر، فليه ما اخدش ال3 شهور دول افيد بيهم اللي حواليا؟ فكنا بنعمل دوت زي ان انا يعني علمت الصف داني، عملنا زي فريق في كل محافظه، الفريق ده ابتدى خلاص ان هو ياخد الفكره ويتحرك للناس وهكذا. فبقينا عاملين زي الشجره يعني، زي اللي حد يدي الفكره في البدايه، بعد كده ناس خدتها ابتدت تشتغل بيها. كونا فريق وسمينا الفريق ده فريق حاله طوارئ، كوناه في ال 14 محافظه. وحاليا بنحلم ان احنا نجيب زي عربيه اسعاف تكون فيها مجهزه بكل الالات الطبيه والمعدات، نقدر من خلالها ان احنا نعمل قوافل طبيه مجانيه كمان. بس فدي كانت الفكره والهدف اللي خلينا نشتغل يعني. يعني انت معاك فريق كبير بيساعدك في المبادره دي مظبوط؟ اه، من كل محافظه يعني. انا عندي اشتغلت في ال 14 محافظه اللي هم بتوع الصعيد، زائد الفيوم ووادي الجديد، وكمان عملنا في العريش. يمكن اول امبارح كنا بنعمل في مدينه العريش تبع يعني الموضوع كمان شامل ان احنا بنشتغل مسيحيين ومسلمين، مش بس بنهتم بالجانب اللي هو المسيحي بس. فكان يعني كان منظم الموضوع في العريش حد اسمه كابتن عمرو، كان هو المسؤول عن الموضوع هناك. فلحد ما يعني في فريق في كل محافظه بيشتغل بيعمل الموضوع دوت. كمان عملنا زي فكره تمريض منزلي، اللي هو لو حد تعبان في البيت فبدل ما تروح المستشفى انت بترن على رقم معين اللي هو رقم المحافظه نفسها، رقم الفريق في المحافظه، يبدا يتواصل معاك ويتحرك لك، يتحرك يساعد الشخص ده في بيته بدون مقابل يعني. بس فدي الفكره يعني. طب قولي في البدايه كده وانت بتشرح الفكره للتيم اللي معاك، هل لقيت صعوبه ان هم يتقبلوا حاجه زي كده او يقتنعوا بحاجه زي كده؟ الموضوع سهل كان عليهم؟ هو الفكره لما جيت اتكلم معاهم انا اولا لقيت انه في حوالي 90% من الناس حاسه انه ده دورنا تجاه البلد وده دورنا تجاه المجتمع بتاعنا. ففي ناس كتير بالعكس كان عندها طاقه اكتر مني يعني. انا كان في لحظات بيبقى الواحد خلاص يعني الواحد يأس، انا ايه اللي خلاني اكمل؟ خلاص انا درست بره. فكان المجموعه دي من فريق كان هم اللي يقوموني، لا احنا لسه مكملين، لا لسه عندنا اهداف، لسه عندنا احلام. فاحنا بنحلم نوصل لكل مصر وبعد كده يعني نوصل لكل الدول الافريقيه برضه اللي فيها الفكره دي او فيها فكره الجوع والتعب ده. فبالعكس انا بلاقي انه الفريق ده هو اللي بيسندني في وقت من الاوقات يعني. الحمد لله هم حاليا وانا بتكلم هم شغالين في اسوان، بيعملوا تدريبات في الكرة وبيخشوا البطولات يتعاملوا مع الناس في الكرة والأرياف. فالحمد لله يعني هم يعني على درجة من الاستعداد قوية يعني. دكتور ستيفن حقيقي مبادرة هايلة، ويا ريت تتعمم مش في 33 كرة بس، لا يعني تتعلم على مستوى المحافظات كلها وتوصل فكرتك فعلا والناس تبتدي تشاركك أكتر وتدعمك أكتر وأكتر. ودي كان دور شباب حكاية، إن لازم الفكرة تطلع للناس ولازم الناس تعرفها وتتكلم عنها. شكرا ليك دكتور ستيفن وجيه، طالب في كلية طب بشري جامعة لوباتشيفسكي روسيا وصاحب مبادرة تعليم الإسعافات الأولية والتمريض. حاجة مشرفة جدا حقيقي يعني لما نلاقي مجموعة من الشباب عندهم حماس وعندهم حافز، يعني زي ما هو قال كده أنا سافرت بره وبتعلم بره، أنا إيه اللي هيخليني أرجع هنا وأعمل مبادرة، ومبادرة في كرة صعيد، كرة بسيطة جدا إنها تتعلم حاجة زي كده. لكن حقيقي روح الحماس وروح الشباب اللي بنلاقيها في شبابنا دي حاجة حلوة جدا. هنكمل معاكم رسائل صفحتنا، وعلى فكرة احنا بنرد على كل رسائل الصفحة، محتاجينكم تبعتوا كل الأفكار كل المبادرات اللي انتوا عايزين تطلعوها للناس، عايزين تعرفوها، عايزين دعم وعايزين تشجيع كمان ليها. معانا صديقنا، السلام عليكم، أنا سعد وليد 17 سنة، أنا فنان تشكيلي محتاج الدعم من البرنامج بتاعكم. أكيد يا أستاذ سعد إحنا هنتواصل معاك وفريق البرنامج كمان هيتواصل معاك. مساء الخير، أنا واخدة بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، بدور على أي شغل إداري في شركة أدوية عشان أطور نفسي في الإنجليش وغيره، في طريق أفضل أدور بيها في شركات الأدوية. بصي هقول لك على حاجه، الفكره ان احنا الجزء الثاني من حلقتنا مستضيفين حد هايل جدا هيكلمنا عن ازاي تطوري نفسك في الانجليش. يمكن طبعا كلنا عارفين ان الانجليش ده مطلوب في كل اللغات، مطلوب في كل الاعمال، انك تخشي اي وظيفه لازم يبقى معاكي لغه واتنين. فتابعينا في النص الثاني من حلقتنا هنكلمك اكتر وازاي تشوفي افضل طريقه تطوري بيها نفسك في الانجليش.
معانا كمان صديقنا لو سمحتوا. انا عندي موهبه تاليف والقاء شعر وبسمع البرنامج وعارف انه بيدعم المواهب. ازاي اعرف اوصل رسالتي وقصايدي للناس والبرنامج وكل العالم؟ انا عامل بيج على الفيسبوك وقناه على اليوتيوب وبنزل بيها قصايدي بس لسه في بدايتها، وانا عايز اوصل لحلمي واكون شاعره كبيره. مع العلم انا عندي 20 سنه ولسه طالبه جامعيه. بتمنى ان حضراتكم تسمعوني وتقيموني بنفسكم. احنا سمعناكي وردينا عليكي، كفريق الاعداد كمان رد عليكي على الصفحه، وبنتمنى لك كل التوفيق في الشعر وتبقي شاعره كبيره ان شاء الله. معنا كمان انا نادي حنفي محمد وشهرتي نادي عبقرينو، مخترع ومبتكر وحصلت على جوائز ومسابقات، اتكرمت من وزاره الثقافه المصريه، كرمته الدكتوره ايناس عبد الدايم ومحافظ اسيوط، واتكرمت من وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه اسيوط. نادي احنا بنوعدك ان شاء الله انك هتكون معانا في وقت قريب في برنامجنا شباب حكايه. خلصت رسائلنا، فقرة رسائلنا دلوقتي في البرنامج. معنا تقرير صغير عن رياضة جديدة، يمكن مع روح الشباب دي احنا محتاجين نتعلم رياضة افضل، محتاجين نشغل حماس اكتر. فالرياضة اللي هنشوفها دلوقتي في التقرير رياضة البادل، يمكن كتير وفي ناس ما تسمعش عنها كتير، لكن هنشوفها في التقرير اللي جاهز معنا دلوقتي. البادل دي عبارة عن كرة ومضرب وشبكة طبعا وملعب مقفول، ان انت المفروض بس تحاول تلعب الكرة الناحية التانية من الشبكة وفي نفس الوقت ما تجيبهاش في الازاز، وهي ملعب تنس مقفول بازاز سكواش بس، وبيبقى 2-2. الفرق بينها وبين التنس عامة ان الملعب مقفول، لكن الفرق ما بينها وما بين السكواش ان انت السكواش بتلعب على حيطة. تقريبا بقالها مثلا يعني سنتين بدأت تنتشر كده فجأة، كله بدأ يعمل ملاعب لقى الموضوع بقى بروفيتبل بالنسبة لهم قوي يعني، والناس حبت الفكرة عشان هي جديدة يعني بالنسبة لهم جديدة، لكن بالنسبة لبره هي مش جديدة خالص يعني. الرولز الأساسية إن الكرة ما ينفعش تيجي في الإزاز مثلا، لازم تنط على الأرض الأول وبعد كده تيجي في الإزاز، ما ينفعش تيجي في الفنس على طول، لازم برضو تنط على الأرض الأول، ما ينفعش طبعا تيجي في الشبكة. تتلعب بأربعة، 2 قدام 2، ودلوقتي بقى فيه كمان بدأوا يعملوا السنجل كورت اللي هو ممكن واحد يلعب مع واحد. هي بتتحسب أول نقطة بتبقى بدل واحد بتبقى 15، بعد كده 30 اللي هي 2-0، بعد كده 40 اللي هي 3-0، نفس فكرة التنس برضو نفس العدد بتاع التنس. طبعا أي نقطة ممكن يبقى تتعادل فيها يعني 1-1 اللي هي 15-15. أصغر حاجة من أول 5 سنين وست سنين ممكن يلعبوها، بس هي يعني ميزتها إن هي اللعبة معتمدة أكتر على الكنترول وعلى حد بيبقى بيفكر قوي، فالسن الصغير مش هيبقى حلو قوي بالنسبة له يعني، بلس كمان المضرب تقيل يعني، أخف ويت أصلا في المضارب كلها بيبقى تقيل قوي شوية على الخمس سنين وست سنين، فيعني تقريبا من 10 سنين بيبقى كويس قوي يعني. السنة دي بدأ يبقى فيه اتحاد خلاص، لسه يعني من فترة قليلة كده الاتحاد ظهر وبقى فيه كمان منتخب وكده، ولسه المنتخب لعب تصفيات من كام يوم ورحنا كأس العالم كمان أول مرة يعني. احنا لعبنا التصفيات السنة اللي فاتت بس ما وصلناش، السنة دي أول سنة نوصل يعني. هي اللعبة دي ميزتها ان هي يعني كوبرتيف قوي، ممكن تلعب مع حد وتبقوا أربعة أو كده، وفي نفس الوقت الناس دلوقتي بقت معتبرها خروجة اللي هو بدل ما نخرج نقعد لا ممكن نروح نلعب بادل، بلس ان انت يعني سواء ولد أو بنت انت ممكن تلعبها، سواء انت كبير أو صغير ممكن تلعبها، فدي ميزتها يعني. واللعبة نفسها مسلية قوي مش مملة يعني، وسهلة قوي أي حد يعرف يلعبها، لأن هي مش ما فيهاش فكرة كبيرة قوي، لا هي معتمدة ان انت بس ما تضيعش الكرة، تقعد تحط الكرة في الملعب كتير، لكن هي سهلة جدا يعني. Thank you.